ما خلصناش من كورونا ودخل علينا حرب روسيا وأوكرانيا، وطلع علينا بقى زلزال كده جديد بقاله يومين، وهي المذكرات بتاعت هاري ابن الأميرة ديانا والملك تشارلز. تسريبات ومواقع ولقاءات في التلفزيون وقصص. هاري قرر انه يبان في الصوره. هي الاول كانت المدام هي اللي باينه في الصوره، المدام حاسه انها مقهوره ومظلومه والقصر الملكي جاء عليها. من ساعه ما دخلت ست الحسن والجمال دي وهي عامله مشكله وحطت مشكله ما بين الاخين. على فكره اللي يشوف الفيديوهات القديمه يعرف ان العلاقه كانت طيبه قوي على فكره ما بينه وما بين ويليام، وما بينه وما بين كيد زوجة ويليام. ولحد فترة قريبة من بعد الجواز لما كانت الجدة موجودة برضو الدنيا كانت بيس. خلينا نبتدي الحكاية كده من الأول. إن اللي يعرف المذيعة المشهورة أوبرا وينفري كانت عاملة حفلة كده في بيتها، وطلبت إن البرنس هاري يجي يحضر الحفلة دي، واقترحت على ميجان زوجته الحالية يعني اللي كانت متطلقة قبل كده وعندها مشاكل يعني انها تيجي تقابله. واي نوت يعني. وقع في غرامها في الحفلة دي، وعملوا بقى لقاءات مع بعض، وكان بيحكي انه كان بيعمل يعني ديتنج معاها، بيحاول على قد ما يقدر يبعد عن السوشيال ميديا او يعني التصوير لان الصحافه عملت له مشكله في حياته. هي بما انها ممثله مغموره في حين انها بتحاول تبين نفسها انها يعني يمكن اعلى من مارلين مونرو في الفيلد ده، إلا إنها مثلت الدور بقدرة واقتدار على الراجل ده وعلى الولد، وغيرت حياته 180 درجة لدرجة إنه ساب كل حاجة وجي أمريكا هنا علشان يبتدوا حياتهم جديدة. كانت بتخطط وترتب وتنظم كل حاجة، مش بكلامي أنا طبعا، ده بكلام الناس اللي حللت الأمر ده. والكل بيقول إن ويليام من الناس العاقلة الراسية اللي ما عندهمش سقطات زي هاري. يمكن يكون لأن هاري والدته اتوفت أو تم اغتيالها وهو صغير، كان عنده 12 سنة تقريبا، يمكن ده أثر في حياته وفي تكوينه وفي تركيبته يعني. المهم هاري لما قرر، إذا كان هو اللي قرر إنه يكتب مذكراته، الدنيا مقلوبة بقى على الكلام اللي مكتوب فيها. اتعرض طبعا إنه في مذكراته بيحكي إن شقيقه ويليام قال له إنهم يعني بالنسبة للجزء بقى بتاع خلينا هنبتدي مع الأول من كاميلا زوجة الملك تشارلز، وإنها كلنا عارفين إنها كان على علاقة معاها قبل ديانا، وبعدين على علاقة معاها بعد ما جوز ديانا، وكانت سبب في مشكلته مع ديانا أساسا. كانوا شايفين إنها ممكن لما هو قرر إنه يجوزها إنها تكون مامة الأب الشريرة، فما كانوش عايزين ده. أقنعهم إنها كويسة، إلا إنهم بعد ما تعاملوا معاها قالوا يعني إحنا كنا بننصحه إنه ما يتجوزهاش، إلا إننا اقتنعنا بعد كده. وهاري بيقول في مذكراته إنه ندم على الإقناع ده. بعض الصحف بتقول انها كانت طالبه الطلاق منه في 2018، وهددته بحاجات يعني كاميلا هددت الامير تشارلز بحاجات عارفاها، يا اما يدفع لها 400 مليون دولار، يعني حاجات ده عائليه كده ملناش دعوه بيها. هاري كتب بيقول انه في كتابه انه كان في اشاره او في مشكله ما بينه وبين اخوه، وحصل مشاجرة ما بينهم، وإن ويليام ضربه وقعه على الأرض وقال له إن بعض الكلمات على مراته إنها صعبة وإنها فظة يعني مراته، فقال له لأ ما اسمح لكش إنك تقول كده على المدام. بصراحة المذكرات اللي اتكتبت عن العيلة المالكة وعن أخوه اللي شايف إنه الند اللدود ليه واللي ما كانش كده في الأول
حاجة تحزن بجد. الأمر كله شخصي، ولما تفتح السوشيال ميديا دلوقتي مفيش غير كتاب هاري وتصريحاته ولقاءاته مع السوشيال ميديا هنا، ده يبين لك انه عمل ثروة طائلة من وراء اللقاءات والكتاب اللي نزله ده. هي عارفة بتعمل ايه، المدام عارفة بتعمل ايه، وهو يا حرام يعني مشي وراها وما قدرش الامور صح، وما قدرش اللي هقوله لكم وقاله واعلنه، ودي هتبقى مشكلة كبيرة الفترة اللي جاية. بس خليني اشوف مع حضراتكم فيديو من اللقاء، جزء من اللقاءات بتاعته ومن كلامه، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. You refer to your brother as your beloved brother and arch nemesis. Strong words. What did you mean by that? There has always been this competition between us, weirdly. أضاف هاري في كتابه أنه شعر في طفولته بانعدام الاستقرار وانعدام الحب والعاطفة في منزلنا، ده بناء على كلامه، وأن الاعتداء الجسدي حصل من أخوه بشأن زوجته ميجان، وأنه ضربه وقعه على الأرض يعني، وقال عليها الكلام اللي قلته لحضراتكم. وصل الشجار أنهم مسكوا في بعض، ومسك ويليام من الياقة بتاعت القميص بتاعه قطعها له يعني، لكن بيكمل ويقول ان لما حصلت المشاجرة دي ويليام ساب المكان بيته يعني وخرج ورجع له تاني اعتذر له. ده ويليام الاخ الكبير يعني بالعقل يعني. ويليام كان يقصد بالامر ده انه يحل المشكلة اللي هاري حط العيلة المالكة فيها بسبب جوازه وارتباطه بميجان. اتكلم هاري كتير قوي عن الفترة اللي قبل الجواز والفترة اللي بعد الجواز ورأي العيلة المالكة، لأن هي كمان كانت سمرة والعيلة المالكة مش موافقة عليها، جدته مش موافقة في الأول لكن بعد كده وافقت. اتكلم كتير قوي وبإسهاب عن الأمور دي. طبعا القصر رفض انه يعلق على التصريحات دي او المذكرات دي، لكن في حاجه كتبها هاري مؤثره جدا، وقال ان الامير تشارلز لما لقى الخلاف بين الاخين قال لهم اجعلوا سنواتي الاخيره، لا تجعلوا سنواتي الاخيره بائسه. المشكله بقى اللي عملها هاري بتصريحاته العنتريه دي بانه قال لك وقت ما انا كنت بخدم في افغانستان وطلعت بالاباتشي بتاعتي لقيت ناس من طالبان، والاباتشي طبعا بتعمل كاونت يعني بتحصد يعني هو عمل او موت كام واحد. قال لك انا كنت بموتهم زي الشطرنج، لان انا شايف ان ما ينفعش الناس الشريره تقعد مع الناس الكويسه لانها ممكن تموت الناس الكويسه، وكان بيحصد دول زي ما قلت لحضراتكم زي الشطرنج. طبعا الناس دول ما ينفعش نقول معاهم الكلمتين دول، غير ان دي اسرار حربيه ولا ايه ده اللي قالته له بقى بريطانيا، واعتبرته بريطانيا انه خاين للاسرار دي. هاري خدم في افغانستان مرتين، من 2007 ل 2008 ومن 2012 ل 2013، وخلال الفترة دي في خدمته بيقول لك أنا كل ما كنت بعمل أي عملية كنت بروح أتفرج عليها بعد ما أروح يعني. طب طالبان طبعا ما سكتتش، نشوف بقى قالوا إيه. اتفضلوا. بدر جرأت سرا ده خبر كوي چې ما دی افغانستان په خوره کې 25 کسان هغه شهادت ورسول، نو موږ دي هيري بده حال دي رفسوسكو. ردوا عليه طبعا وقالوا له الناس اللي انت بتموتهم دول مش قطع شطرنج، دول بشر وعندهم عائلات وعايزين يرجعوا لها يعني. فطبعا الدنيا مقلوبه بسبب التصريح ده. ماشي الموضوع التاني عائلي وحاجات كده جوه المطبخ بتاعهم، ولو انه فرصه غنيه او ماده غنيه للسوشيال ميديا والاعلام والناس تشتغل عليها وتجيب عليها فلوس، وهو والمدام ياخدوا عليها فلوس وفلوس كتير، ده هم اتغنوا اكتر ما كانوا موجودين في بريطانيا.
إلا أن الأمر ده بالذات ممكن يعرض حياته وحياة أسرته وحياة الأسرة اللي موجودة في بريطانيا للخطر. الناس دي مش بتهزر يعني. ما فاتش ده يومين، النهاردة الاثنين كان في مظاهرات في المكان اللي كان أو في المدينة اللي كان فيها اسمها هلمند، المقاطعة اللي كان بيتركز فيها القوات البريطانية احتجاجا طبعا على اللي قاله هاري. ده أضعف الإيمان المظاهرات دي. هاري خسارة إنك تضيع العلاقة اللي بينك وبين أخوك بالشكل ده، وياريت الست الحسن والجمال تخف إيديها عنهم شوية وعن هاري، لأن هاري 38 سنة بس لسه بيتعامل مع الحياة اللي حواليه بعقل طفل مع الأسف يعني. ربنا معاهم.